وتزيد لشواقي ويثور الغرام الدفين. تحية لكم مشاهدينا من جديد، تحية لكل من ينضم إلى متابعتنا. نتحدث في هذه المحطة عن أهمية الالتزام بكل الإجراءات الوقائية والصحية للحد من انتشار كوفيد-19، وعن تساؤلات عديدة أيضا يتساءل فيها البعض عن هذا الفيروس وطبيعته، برفقة الدكتور ضيفي الكريم دكتور زكريا بن يحيى البلوشي، طبيب استشاري التهابات والأمراض المعدية بالمستشفى السلطاني. مساكم الله بالخير دكتور. مساكم الله بالخير وشكرا جزيلا على استضافتك. دكتور، يعني في البداية نبدأ بأنه يعني بعد أن شهدنا تراجع عن الحالات هنالك اليوم أيضا تزايد في الآونة الأخيرة، نتحدث عن هذا التزايد الذي تسبب فيه أيضا عدم الالتزام بالإجراءات الصحية والوقائية من قبل بعض أفراد المجتمع. طبعا هذا حدث عالمي حاليا، يعني في البداية هو صار من شهر 11 أو من شهر 12 2019، وفي البداية كان عدد حالات كثير وبعدها مر بفترة استقرار، أتكلم عالميا فترة استقرار، وبعدها ارتفع مرة ثانية في مع بداية الموجة الثانية. طبعا نظرا لطول مدة الوباء ولطول مدة انتشار الفيروس ولد بعض الطمأنينة في بعض الناس وولد بعض الضجر والملل في نفوس الناس، فقل الالتزام. وطبعا مع بداية رجوع للحياة ومع بداية فتح الأنشطة، فهذا بشكل عام، لأن هذه طبيعة بشرية بشكل عام، فالشخص دائما يتأقلم مع الوضع الموجود فيه. لكن للأسف هذا التأقلم كان في بعض الناس كان بطريقة سلبية أكثر ما تكونها إيجابية، فقلل الالتزام وقل حتى بالإجراءات الثلاث البسيطة اللي هي التباعد الجسدي مترين، لبس الكمام، بالإضافة إلى غسل اليدين والتعقيم، لأن هذه الثلاث أكثر طرق للوقاية من الفيروس نفسه، ولازم تكون الثلاث مع بعض، ما تختار واحد أو اثنين منها، لازم يكون الثلاث مع بعض لضمان فعالية الوقاية من الفيروس. فالحدث ليس فقط في عمان، حدث في كل العالم، وفي كل العالم بدأ يكون عدم الالتزام بين أفراد المجتمع، ولا نقدر ننظر من المجتمع، في نسبة لا بأس فيها من المجتمع ملتزمة، ولكن إذا ما التزم الجميع حتى الناس الملتزمة ممكن أن تصاب. نعم، أيضا الروابط الاجتماعية، نحن في عمان أو حتى على مستوى الخليج هناك روابط اجتماعية قوية، التجمعات ربما واحدة من الأسباب ساهمت في حدوث هذه الطفرة في عدد الإصابات منذ بداية أيضا ظهور هذا المرض في السلطنة في فبراير الماضي. صحيح، نحن عندنا عادات اجتماعية شوية مختلفة عن العادات الاجتماعية الموجودة في الغرب. نحن عوائلنا عوائل كبيرة. صحيح. في الغرب تحصل عائلة عائلتين يدوم يكملوا 10 أشخاص أو أقل. نحن لا، يعني ما في عائلة، يمكن كل عائلة يمكن أقل شيء 50 إلى 100 شخص في العائلة القريبة منها. عائلة ممتدة. عائلة ممتدة. فالتجمعات فيها تكون تجمعات بأعداد كبيرة. وتجمعات في أماكن لا ممكن يعني أن تمارس التباعد الجسدي فيه. وبالإضافة إلى ذلك الناس ما تلبس الكمام. وعادة الغسل الإيد والتعقيم هذه يعني عادة شوية ما منتشرة كثير، ولو أنها الحين صارت أكثر بكثير عن قبل. نحن من زمان صارنا سنين نطالب بهذه العادة اللي هي غسل الإيد والتعقيم للوقاء من الإنفلونزا الشتوية. طبعا كان صعب إرسال رسالة، طبعا رسالة مع زمن كورونا كانت أسهل، ومع ذلك ومع زمن كورونا الالتزام بهذه الإجراءات يعني موجودة، لكن ليس بالطريقة المثلى اللي احنا نطمح لها. نعم دكتور، أيضا في الجانب الآخر اليوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي تثار محاور وأطروحات متعددة عن هذا الفيروس، شاهدنا أيضا في الآونة الأخيرة عن أنه النقود الورقية وما يثار حول بقاء أيضا هذا الفيروس على هذه الأوراق لمدة أسابيع. أيوة. طبعا هذا نشر في الاسبوع الماضي وبدايه هذا الاسبوع خبر اللي هو ان الفيروس ممكن ان يبقى في النقود الوطنيه النقود الورقيه لمده تقريبا 28 يوم، يعني عده اسابيع، 28 معناتها 4 اسابيع. لكن هذا الناس غفلت في شيء، ان هذا في المختبرات فقط وليس في الواقع، والمقصود في ظروف ملائمة جدا جدا مثالية جدا لبقاء الفيروس. وهذه الظروف هي الظروف الجافة والظروف الباردة جدا، وعدم وجود أي رطوبة وعدم وجود أي مناخ ممكن أن يقتل الفيروس. في الواقع طبعا هذا غير موجود، في الواقع
يعني عشان باسم قرد نطمن الناس ان هذا يحدث فقط في المختبرات، لا يحدث في الواقع. في الواقع توجد عوامل اخرى تقتل الفيروس، منها الرطوبه، ومنها الفيروس نفسه ما ممكن يعيش في اجزاء بدون عوامل محفزه. فهذه كلها يعني طبعا هي اختبارات موجوده في المختبرات، لكن ليس لها يعني صله واقعيه بالواقع نفسه. نعم، يعني كلنا دكتور ننتظر الامد المرتقب، ننتظر اللقاحات ايضا المتعلقه بفيروس كورونا. نريد أيضا أن نقرب المشاهد، نحن أيضا كمتابعين اليوم نتابع عبر وسائل الإعلام العالمية عن ثمة تجارب لتحصينات، هناك أيضا مراحل مختلفة لبعض الدول، نتحدث عن هذه المراحل دكتور برفقتك. طبعا اللقاحات هو علم بنفسه وعلم قديم وموجود من قديم الزمان، وطبعا يستخدم لعديد من أمراض والالتهابات. نعم. وحاليا طبعا المرض الوحيد اللي تم القضاء عليه نهائيا في الارض عن طريق التحصين الالتهاب اللي هو طبعا الجدري من الثمانينات. بعدها طبعا تحصينات موجوده لامراض كثيره لكن لم يتم القضاء عليها، لكن تم التحكم فيها، والعوامل كثيره بنطرح لها ان شاء الله. حاليا طبعا المراحل غالبا التحصين من بدايه ابتكاره الى اعتماده ياخذ سنوات، تقريبا 7 إلى 8 سنوات في الظروف العاديه. نعم. في الظروف الطوارئ مثل جائحه كورونا وجائحه H1N1 اللي كانت صارت 2009، فيختلف الموضوع، يختلف ويش ان يكون في تصريح من المنظمات بتسريع التجارب وبضم التجارب المراحل مع بعضها البعض لتقليل المده الزمنيه. طبعا حاليا يوجد اكثر من 170 لقاح تحت الدراسه. عدد 170 لقاح تحت الدراسه هذا شوي جزء يعتبر مطمن لاختلاف اللقاحات بحيث موجوده هذه. طبعا هذه اللقاحات ليست في مرحله واحده، في اكثر من مرحله. فالمراحل هي المرحله الاولى اللي هي مجرد اختبار اللقاح على الحيوانات للضمان فعاليته وضمان الامان على الحيوانات. من بعدها مجموعه صغيره جدا من الناس، المرحلة الثانية يعني نتكلم عن 50 أو 100 شخص، نفس الشيء يختبروا فعالية اللقاح ونسبة الأمان من اللقاح. نعم. بعد هذا بيكون في عدد أكبر من البشر لدراسة نفس الطريقة. والمرحلة الثالثة والأخيرة اللي هي السريرية، اللي هي تم اختبار اللقاح على آلاف من متطوعين. والآلاف نتكلم عن يعني 16 50 ألف أو أكثر. نعم. من وهذه مرحلة إذا تم إثبات فعاليته وتم إثبات الأمان، يتم تقديم هذه الدراسات للمنظمات العالمية الدوائية ويتم اعتماده، ومن بعدها يتم إنتاج الفيروس. طبعا حاليا يوجد أكثر من 8 إلى 9 لقاحات في المرحلة الأخيرة من مرحلة السريرية. بعض هذه اللقاحات وصلت مراحل طويلة وأشواط طويلة في المرحلة الثالثة، لكن لا زال في الانتظار. أشهر هذه اللقاحات هو لقاح أكسفورد من بريطانيا واللقاح الأمريكي، بالإضافة إلى لقاحين من الصين. فهذه اللقاحات الأربعة اللي هي يعني مشت على مشوار طويل في التجارب. نعم. إيش المتوقع أيضا المرجو من هذه اللقاحات دكتور؟ طبعا الناس اللي هي ما عندها دراية بالتحصينات وبعلم التحصينات تأخذها فكرة أن نجاح اللقاح معناته هو القضاء على الفيروس، علاج سحري، وهذا هو المرجو. فهو يوجد عدة سيناريوهات لتأكيد نجاح اللقاح. السيناريو الأمثل هو القضاء على الوباء نهائيا من الوجود. عشان توصل على هذا السيناريو الأول لازم يكون الفيروس فعال ويقضي على الفيروس، بإضافة إلى أن يكون نسبة كبيرة جدا من البشر أخذت اللقاح، يعني نتكلم عن أكثر من 80 أو 90% من البشر أخذوا اللقاح. هذا السيناريو ليس سهل لعدة أسباب، وشاهد أسباب اقتصادية، هل ممكن إنتاج اللقاح لعدد يكفي لجميع البشر؟ والشيء الثاني طبعا الحالات الاقتصادية للدول، هل ممكن تشتري اللقاح على الجميع؟ وغير كذا أن في توجد فئة من الناس لا تتقبل اللقاح. وهذه طبعا هي الفئة نحن نعاني معها من زمان، وليس فقط في كورونا، في زمن كورونا. نعم. السيناريو الثاني اللي هو أن يكون فعال واللقاح موجود، بإضافة إلى عدد أقل لكن يكون فعال أكثر. وفي أقل السيناريوهات في الوجود هذه هو أن يكون على الأقل
يخفف من قوة الفيروس، بحيث أن إذا صيب الشخص ما يحتاج تنويم في المستشفى وما يؤدي إلى الوفاة. نعم. وهذه هي السيناريوهات المتوقعة. نعم. طيب دكتور، نظرا لضيق الوقت أنا أختم هذا الحديث بتساؤل جدا مهم. يعني شاهدنا أيضا في الأخبار العالمية أن هناك من أصيب بفيروس كورونا مرة ثانية بعد إصابته، وهناك أيضا فئات من المجتمع يعتقدون بمجرد إصابته يتكون في جسمه أجسام مضادة وبعدها يعني عادي أنه يمارس حياته بشكل طبيعي. طبعا المقصود في الالتهاب مرة أخرى اللي هو نقصد أن يكون فيروسين، فيروس كورونا بس الجينات ماله مختلفة عشان إثبات علميا. حاليا علميا فقط علميا تم إثبات 6 حالات عالميا بالإصابة مرة أخرى، وحالة واحدة من هذه 6 الحالات طبعا أدت إلى تنويمها في المستشفى. نعم. فلذلك فكرة أن الإصابة تعطيك حماية ليست مضمونة حاليا، والدلائل يعني ما في دليل علمي قطعي. واضح قطعي أن اللي يصاب عنده حماية من الفيروس. نعم. فحتى الناس المصابة لازم تتخذ الإجراءات، نفس الإجراءات، ولازم تتخذ الوقاية بحيث أنها ما تصاب مرة أخرى إذا كان هذه الفرضية موجودة اللي هي الإصابة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا جميعا من كل شر. شكرا لك دكتور على وجودك اليوم في استوديو برنامج من عمان، دكتور زكريا بن يحيى البلوشي، طبيب استشاري الالتهابات والأمراض المعدية بالمستشفى السلطاني. سعدنا بك دكتور. شكرا جزيلا. الله يسلمك. نتواصل معكم مشاهدينا وحديث ذات صلة أيضا، نتحدث عن فيروس كورونا، هذا السر الغامض في هذا التقرير، ابقوا معنا.